مدريد المبكر دقيقة 10 طارق كوكي، ونشاهد الخطأ الفادح هنا وكوكي وحيدا يسدد على طائر ويسجل الهدف الأول. البارسا انتظر حتى الدقيقة 30 بعد هذه اللقطة، ومراوغة ممتازة لجوردي ألبا الذي يمرر لميسي ليخطف الكرة أمام المدافعين ويسجل على الطائر الهدف 25 من 28 مباراة لعبها أمام أتلتيكو مدريد. هذا الهدف الثاني، إذا تغطية ممتازة لسواريز.